إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روى عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له إذك بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة أفؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله
وقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عم رسول الله، فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء، فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها، ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا طه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محافل اهل الارض وفي جم من شيتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمه وحبت بهم الملائكه واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علي عليه السلام اذن الله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبه فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرساله نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل اهل الارض وفي جم من شيتنا وفيهم محموم الا وفرج الله همه ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام اذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام پروردگار چہرزہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما معبود تجھے واسطہ ہے صاحبان حدیث قصہ کا پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں آفات دنیا بھی حادثات زمانہ سے محفوظ فرما پروردگار چہرزہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں معبود اس مقدس بارگاہ میں جو مومنین زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اپنے دلوں میں نیک مرادیں لے کے اس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں پروردگار تمام آنے والوں کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما اے پروردگار اس مقدس بارگاہ کے صدقے میں معبود مشکل کشائے کائنات کے صدقے میں سب کی مشکلوں کو آسان فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے باب الحوائج باب المراد کا جو بے روزگار ہے روزی عطا فرما اے معبود جو زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما پروردگار جو بے اولاد ہے اولاد صالح عطا فرما اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے چہر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا
پروردگار یہاں جو مومنین اس وقت اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اہل بیت اطہار رحمۃ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں خصوصاً حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جو بیمار ہیں صحت اور شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جو پردیش میں ہے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ معبود چاہر معصومین رحم الصلوۃ والسلام کا واسطہ پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما۔ پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ معبود چاہر معصومین رحم الصلوۃ والسلام کے صدقے میں علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ مراجع کرام کو طول عمر عطا فرما۔ حوضات علمیہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ معبود صدقے میں جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کے ہمارے جوانوں کو آفات دنیاوی حادثات زمانہ سے محفوظ فرما۔ پروردگار صدقے میں چہردم معصومین رحم الصلوۃ والسلام کے معبود انتظامیہ کمیٹی درگاہ عالیہ نجف ہند کو مزید یہاں خدمت دینے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے حوصلوں کو بلندی عطا فرما۔ پروردگار صدقے میں اہل بیت اطہار رحم الصلوۃ والسلام کے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار رحم الصلوۃ والسلام کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ اے معبود پھر تیری اس مقدس بارگاہ میں ہم ملتجی ہیں۔ پروردگار اس مقدس بارگاہ کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار بس اب زیادہ امتحان نہ لے ہمارے آخری امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔